النادي الأهلي بيعود ليه طريق الانتصارات في الدوري الممتاز بفوز بشق الأنفس على نادي إنبي 2-1 بعد نهاية دراماتيكية. نادي إنبي فضل متقدم بهدف لغاية الدقيقة 92 قبل معالي معلول في خضم 5 دقائق من الوقت بدل الضايع من 92 ل 97 أحرز هدفين. طبعا الهدف الثاني كان فيه يعني سينما في الملعب والفار، بس طبعا هدف صحيح 100% لأن حسام حسن ما كانش متسلل. زي ما عودتكم في التمرين ده كله بنحلل المباراه فنيه وتكتيكيه، لكن النهارده هتبع اسلوب جديد. مش هنتكلم على البورد كتير قوي، هتكلم بس بصراحه على الكابتن حلمي طولان بشكل مستفيض وبعض المشاكل اللي كانت عند النادي الاهلي طبعا بسبب الغيابات وبسبب الفركشه اللي الفريق بيواجهها بسبب الغيابات الكتيره قوي واختلاف طرق اللعب من كل مباراه. بصراحه النادي الاهلي ما تحسش ان هو عنده يعني ثبات في مباريات الدوري بسبب ان في غيابات كتيره قوي قوي قوي. النهارده الكابتن حلمي طولان واجه النادي الاهلي بطريقه اقرب الى 5-3-2 ويحط خماسي في الدفاع في بدايه المباراه عشان التامين، وهو كان عارف ان يعني النادي الاهلي في المباراه الاخيره بيعتمد كتير على الكرات العرضيه. بيتسو موسيماني على الناحيه الثانيه لعب بتشكيل اضطراري، كان عنده غيابات كتيره في خط الدفاع وفي خط الوسط بسبب غياب اكثر من لعيب، وبالتالي اضطر ان هو يوظف محمد هاني ورامي ربيعه في مركز المساكين، ولعب باللاعب الصغير في السن احمد نبيل كوكا في مركز 6 وقدامه مجدي قفشه في مركز 8، ولعب قدام شالتا وحطه على الدكه وشرح عبد القادر، ولعب بصلاح محسن ومحمد شريف في الخط الامامي، وبدا يعتمد في الشوط الاول على الكرات العرضيه. طبعا النادي الاهلي عارفين ان هو يعني واضح مفيش سيستم لعب، فجوات كتيره في مشاكل كتيره في الاونه الاخيره للنادي الاهلي في ماتشات الدوري، صعب ان انت تقارن اداء النادي الاهلي في الوقت الحالي بادائه في بدايه الموسم. ومش عايز اتكلم على 3-4-3 لان النهارده زي ما قلت لكم عايز ادردش معاكم شويه قبل ماتش الوداد. نادي انبي نجح في تحجيم النادي الاهلي الشوط الاول، الكره مع النادي الاهلي وبيضغط ويودي الكره على الاطراف ومعتمد تماما على طيران الاثنين الفول باكس بتوعه. كريم فؤاد عمل شوط اول ممتاز جدا وعلي معلول من الجبهه اليسرى، وعملوا كم هائل من الكرات العرضيه لمحمد شريف وصلاح محسن كان بينضم له، كمان طاهر محمد طاهر كان بيخش معاهم طويل القامه. بس يعني ربما النادي الاهلي اتيحت له فرصتين في الشوط الاول نقدر نقول عليهم فرص خطيره، فرصه لمحمد مجدي قفشه شاطها محمود جات صدها، والفرصه الثانيه اللي جات لي صلاح محسن وهو منفرد تمام بالمرمى وحطها ار2 خارج المرمى. دول اعتقد ابرز فرصتين النادي الاهلي. الناحيه الثانيه نادي انبي كان واضح ان هو معتمد على تأمين الدفاع ويلعب على الهجمات المرتده، خصوصا معاه جون ايبوكا ومعاه مصطفى شلبي لعيب ممتاز جدا 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 ومهاري، وكمان شويط في الفاولات شفناه شوت فاول الهدف بشكل مميز، وفضل السيستم ده ماشي لغايه الشوط الثاني. والنادي الاهلي برضو التغييرات زي كل مباراه ما بتاثرش كتير، هي تغييرات مركز بمركز، ربما حسام حسن طويل القامه شويه عن صلاح محسن فيديك لحد ما إجادة شوية في الكرات العالية، أحمد عبد القادر لما نزل برضه عمل شوية دور صانع لعب شوية، لكن بصراحة المباراة بعيدة عن الإثارة في نهايتها مملة، النادي الأهلي ما عندوش حلول كتيرة، ما بتجريش، مفيش مساحات، لكن في وجهة نظري الشخصية المباراة دي الانتصار فيها مهم للنادي الأهلي. وهنا مش هتكلم تاكتكس بقى، عايزين نتكلم كلام كورة قبل واحدة من أهم مباريات النادي الأهلي الموسم ده في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد يوم 30 مايو. يفترض أن النادي الأهلي عنده مباراة إيستن كومباني، واللي أعتقد أن هي إن شاء الله يعني تتأجل، لازم تتأجل المباراة دي بكل أمانة. لازم النادي الأهلي يشعر أن هو بيتم معاملته معاملة كويسة قبل اللقاء المهم ده، زي بالظبط اللي بيحصل مع الوداد في المغرب، وكل الاشقاء في المغرب بيحاولوا يساعدوا ناديهم عشان يتوج بالبطوله. انا في وجهه نظري فوز النادي الاهلي النهارده ما يتحللش فني، لو قعدنا نحلل فني هنطلع مشاكل كبيره قوي عند بيتسو موسيماني وعند اللعيبه، لكن انا في وجهه نظري الماتش اللي هو قبل مباراه الوداد ما ينفعش يتحلل فني بشكل زايد على اللزوم. ليه؟ لان الوقت ده والانتصار بالسيناريو ده مهم قوي قوي معنويا ونفسيا للعيبه. اللعيبه النهارده في الشوط الثاني كان في بعض الهتافات الجماهير الموجوده هاجمت اللعيبه بسبب الاداء المتراخي وبسبب التاخر طبعا في النتيجه بعد ما انبي جاب الهدف. في وجهه نظري يجب
ان اللعيبه يخشوا ماتش الوداد وهم في افضل حاله نفسيه وفنيه، وربما يكون ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور تمشي بالسيناريو ده عشان اللعيبه تخش ماتش الوداد. في الوقت الحالي انا دي وجهه نظري، مفيش مساحه للكلام التاكتكس كتير او الفنيات كتيره او زايده على اللزوم، لان مباراه الوداد محتاجه تهيئه نفسيه كبيره قبل ما النادي الاهلي يروح يلعب نادي الوداد في ارضه وسط جماهيره. واحنا عارفين بكل امانه استاد 60,000، خلينا نتكلم بصراحه، بنسبه كبيره هيبقى 55,000 للوداد، وفي 5,000 مكان محطوطين لجمهور الاهلي قدر يملاهم. قدر طبعا الجماهير ما قدرتش طبعا بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه والغلاء وغلو سعر التذاكر والطيران والسفر للمغرب، ففي عوامل كتير ربما تخلي جمهور الاهلي ما يبقاش بالعدد الكبير هناك في مركب في مركب محمد الخامس. فانا شايف حان الوقت كلنا نتكاتف عشان النادي الاهلي يقدر يعود باللقب، عشان يبقى اول نادي مصري واول نادي افريقي في تاريخ افريقيا يكسب البطوله 3 سنين ورا بعض. انا ما بقولش الناس كلها تشجع النادي الاهلي، كل واحد اكيد عنده انتمائه، انما بتكلم النادي الاهلي النهارده بيمثل مصر في مباراه عليها ضغط كتير، عليها كلام كتير. الحمد لله الحمد لله ان فوق نظري الاعلام المصري نجح، والنادي الاهلي والمنظومه النادي الاهلي انه يجبروا الكاف ان هو يجيب فيكتور جوميز حكم كويس ويكسر القاعده بتاعته على مدار التاريخ ان الحكم بيحكم في السيمي فاينل ما يحكمش في الفاينل. وكان في مساحه طبعا عند الكاف ان هو يجيب بكاري جسامه، بس خلاص تم الاستقرار على فيكتور جوميز، وده اعتقد خطوه جيده عشان النادي الاهلي يلعب مباراه فنيا ويلعب مباراه تحكيميا عادله. تاني، الوقت ده مش محتاج جلد ذات زايد على اللزوم، الوقت ده مش محتاج خناقات وجدال على الامور الفنيه والتكتيكيه اللي عند النادي الاهلي. الوقت الحالي محتاج هدوء، محتاج ان اللعيبه تسافر للمغرب وهي في افضل حالاتها النفسيه، واعتقد الفوز بالسيناريو اللي شفناه قدام ام بي يعمل النادي الاهلي ده. نادي ايسترن كامباني والكابتن علي عبد العال مدير فني لنادي ايسترن كامباني، رغم ان هم بيواجهوا ظروف صعبه جدا 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 في مؤخره الجدول، ورغم ان هو ممكن يقول لك انا استغل لاعب الاهلي في الظروف دي يمكن اخد منه نقطه انا مش هاخدها لو المباراه اتلعبت بعد ماتش الوداد، لكن هو بص من نظره الرياضي المصري اللي حابب ان نادي من مصر يكسب البطوله للعام الثالث على التوالي. واعتقد ده شعور المفروض يكون عند عندنا كلنا كمسؤولين، ما بتكلمش على الجمهور طبعا، الجمهور من حق اي حد اللي يحب يشجع يشجع، مش عايز يشجع ما يشجعش، كل واحد حر طبعا، كل واحد حر تماما، لان دي طبيعه كره القدم. انا بتكلم عن مسؤولين، المسؤولين بيبقى عليهم عندهم حته زياده، فاحنا المفروض كلنا في الوقت الحالي نتكاتف خلف النادي الاهلي ونتمنى له التوفيق. وانا مش عايز النهارده اكتر في كلام التاكتكس بشكل زايد على اللزوم، لان بصراحه الوقت ده محتاج فعلا ان اللعيبه والجهاز الفني يروحوا وهم مركزين في المباراه دي، والمنافسه بقى على الدوري والكلام على الدوري والكلام على الفار والتحكيم والكابتن صعب فتاح ونجيب بقى رئيس هيئه حكام اجنبي ولا لا، ناجل بقى كل الكلام ده لغايه يوم 31/5 بعد ما النادي الاهلي ان شاء الله يرجع لنا من المغرب وهو حامل لقب دوري ابطال افريقيا للنسخه الثالثه على التوالي. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند يلا كوره، شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد.